حكم انقطاع مع أولاد العم أنهم يتكلمون في ظهورنا ويسيئون السمعة. صلهم وإن قطعوك، صلهم وإن قطعوك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله. إذا كان أخوك يقاطعك أو يشتد عليك أو يجهل عليك، فواصل أنت الإحسان. جاء رجل من الرسول فقال: يا رسول الله، إن لي رحم أصل ويقطعون، أعطي ويمنعون، أعف ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي. قال: لن يزال أمامك من الله ظاهر عليهم ما دمت على ذلك. فواصل العطاء، ليس الواصل بالمكافئ. يعني الواصل الرحم ما هو الذي إذا زاره أخوه أو ابن عمه رد الزيارة بزيارة، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله.